They all said for race number five. And the roof and racing أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام انطلق الشوط الخامس على كأس شركة ألمنيوم البحرين ألبا سبرنتر 1000 متر المسافة القصيرة التي لا تتحمل الأخطاء بمشاركة 13 من الجياد بانطلاقة لندن لوك هو الذي يتصدر السباق من البداية يلحق به ثانيا سموم مع الفارس ديفيد ايجن ولايك ذا لوك في المركز الثالث باور ترين رابعا والمركز الخامس هنالك أيضا يتواجد جارسمان لا يزال الانطلاق والصداره حتى الآن مع لايد لندن لوك مع الفارس أندرو اليل بينما انطلق هنالك أيضا تولف فيفر من جانب السياج ومن وسط الجيال هنالك أيضا انطلاقة لايك لوك مع شيموس كروني ومن وسط الجيال هنالك أيضا محاولات من قبل دارك شادو مع الفارس جي جورج وول فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصداره والانطلاق حتى الآن متواصل مع لايك ذا لوك وهنالك أيضا محاولات من قبل تولف ذا فيفر فعلا أيها المتابعون الكرام وهنالك أيضا دخول ما بين الجواد رقم ستة تينار فعلا أيها المتابعون الكرام بإنتظار الصورة النهائية والمعتمدة دخول جماعي على خط النهاية تينار من جهة ومن الجهة الأخرى هنالك أيضا لندن و وأتولف فيفر بانتظار الصورة